السلام عليكم ورحمة الله. ببتدي إياكم إن شاء الله حلقات وفيديوهات لمشروع جديد عندنا في الزهراء 2. يبتدي طبعا تجهيز الأرض وبعد التركيز المساحي واستلام المناسيب من المساح، نبتدي بأعمال الحفر واختيار نوعيات الحجر حسب اختبار التربة وإشراف المختبر بأخذ عينات من التربة أو أخذ عينات من الحجر والتأكيد عليها. نبدأ بأعمال الحفر مثل ما نشوف وتجهيز الأرض بعد ما تجهز لاستلمها مرة ثانية من المساح للتأكيد من أعمال المناسيب. نبتدي للتجهيز لصبة النظافة عبر التركيز مرة أخرى أو الخنزيرة أو المساح، والأفضل يكون المساح والتأكيد عليه بالخنزيرة، وبعدين نجهز حق صبة النظافة ونحط القواعد أو الترسيم حسب المخططات الموجودة، بعدين نضع الجيتوك ستايل، وبعدين نبتدي بأعمال صبة النظافة. وبعد صبة النظافة لا ننسى بعد الغمر بالماء الكامل بعد الصب ورشها أكثر من 3 أيام، طبعا 6 أيام إلى 10 أيام يفضل غمرها بالماء. الخطوة الجاية بتكون أعمال العزل، بتناولها إن شاء الله بشكل مفصل، وتجهيز للقواعد يكون أصلا أيضا بشكل مفصل. لاحظوا الاستكات هذه الموجودة كلها حق اللي هي أعمال مساح استكات لتحديد مقاطع الأرض، تحديد مقاطع القواعد. موفقين إن شاء الله، وانتظروا المزيد من عندنا، وأي سؤال إن شاء الله بيكون تحت التغريدات الموجودة. هذه مثل ما نشوف صبة السور، صبة قواعد السور، وكلها معالجة نفس السور. شاكر لكم. مربع ليفل، ها مربع ليفل.